هل قال الرسول علي هو ابن عمي وحادي معه أو جابر معه؟ ستعلم ويظلم إذا التقينا غدا عند المليك من المنور. ستعلم ويظلم إذا التقينا. وفي النهاية يناشد رئيس الجمهورية أبا الجميع يقول له يا رئيس الجمهورية هؤلاء الناس لهم ثلاث جلع يأتون إلى هنا ولم ينصفهم أحد ولم يرد إليهم حقوقهم أحد. نقول يا رئيس الجمهورية نسألك بالله يا رئيس الجمهورية أولهم رعيتك أولادي ومالك وأبناؤك نستحلفك بالله نناشدك بالله نسألك بالله أن ترد لهؤلاء الناس حقوقهم وأراضيهم. ممن؟ من أولئك المغتصبين المتنفذين الظلمة الذين أخذوا حقوق الناس. ليس معهم بصائر وليس معهم قواعد وليس معهم ما يثبت أن هذه أراضيهم. اللهم أعد الحقوق إلى أهلها، اللهم أعد الحقوق إلى أهلها، اللهم أعد الحقوق إلى أهلها. اللهم رب العالمين إن نشكوه إليك أرحم الراحمين. فلقد اغتصب الأراضي وأخذوا الأراضي أخذوا حقوقنا يا رب، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اهالي قرية قرمة نناشد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي برفع الظلم عنه، وقد صلينا عدة جماع هانه ولم وصلنا اي انصاف اي شيء. واحنا نريد كلمة للاستاذ عبد الجندي في المؤتمر يوم الربوع، قال ان الحرس الجمهوري لا ينهب، يجي يشوف. كان يقول في الماضي ان الفساحات ان دماءهم صلصه، هذا نطالب من عبد الجندي ان لا يزيف الحقائق، يجي يشوف بنفسه. هذا اعتدى باعتداء على اراضينا، ونطالب منظمة حقوق الإنسان. إذا ما عندنا فعلا حقوق الإنسان المبعوث الأممي جمال بن عمر، فنناشد من له يعني الصفة الحق عني كفى الأذى عنه. وشكرا. المشير عبد الرب منصور، هذا الحرس الجمهوري شلوا حقوقنا، شلوا أراضينا، شلوا جبالنا، شلوا الوديان، ما عبش النزيل، أنعد نزيل، هذا ما عبش أهمية للوطن وكيفه.